اللقاءات اللي انعرضت في بداية الحلقة، الجمهور زعلان من عدد القوات الأمنية الحاضر اليوم. تمام. شلون شفته كابتن؟ أستاذ علي، اليوم لو أنت شايف قبل لا يجي الجمهور، أي. الجيش اللي جاي تقول داخلين معركة. جيش شرار 36 سيارة بين دفع رباعي 36 عجلة، والله دفع رباعي بس حتى حضور التظاهرات، والله العظيم يعني مو أنا نقلوها، غير الشرطة المحلية، يعني الشرطة الوطنية اللي لازم قاطع الشالشية، ايه؟ مو شفتهم اللابسين المرقط الأزرق، غير اللي جايين كرد سريع تدخل، يعني شفناهم يعني حتى صنوف مختلفة، صنوف مختلفة حاضرين قلت لك 36 آلية دفع رباع حاضر، يعني ما أعرف شنو هم اللي جاي منطقة بيها اللي جايين داعش وجاي يحرروها مثلا، ايش دعوة؟ اي والله اللي جايين، هاي الناس اللي جاية شنو جاية؟ جاية بسلاح، جاية تتقاتل، وأصلا النادي ما بي أحد، لا هو جمهور جاي يعبر عن رأيه، يطالب بإصلاح النادي. تمام. يستحق هذا العدد من القوات الأمنية؟ ما يستحق، هو اللي أصلاً هو من النادي ما بي أحد، النادي فارغ أستاذ علي، لا عضو هيئة إدارية لا موظف، نادي عزلوه طلعوا، يعني يستجاب هذا؟ يعني هذا الجيش اللي جايبي اليوم وعلى شنو المن جايبي؟ ناس جاي تعبر عن رأيها وراحوا، مو هاي الشغلة، يعني أنتم إذا أنتم تقولون إحنا قدها وأحسن هيئة إدارية على ما على إدعائكم، وعدكم تشم صفحة ممولة تمولكم بأنتم أحسن هيئة إدارية بالعراق على مر السنين الفاتت، واجه الجمهور، هذا جمهورك محب إلك، هذا واجه قل له ليش تعال يابا، تعال أنت جمهور شو تريد مثلا، أنت واجهني، أنا جمهور جاي مثلا شايل عليك سلاح؟ لا ما شايل عليك سلاح، أنا محب جاي، يعني حتى قاعد يبكون، حتى ملابسهم ينزع يشق ملابسه في سبيلي، يقول لك ليش هالمستوى هذا فريق الزهره؟ واجهه اذا انت ما عندك شيء، ليش خايف محتم بالقوات الامنيه؟ القوات الامنيه جايه تقول صفحات مموله، ما فهمت.